دراجة هاي؟ دراجة؟ دراجة بفضل. ايه طقت دراجة هنا. الدراجة. ولا زلمة زلمة بيها؟ لا بس مو مال دراجة هذا. وعلى الصاير تعال شفناه هم دراجة مقلوبة. لا تبدر هاي. أنا. أنا. ما بدنا مع السيارة. وهذا السائق وين؟ والإمام علي هات حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام التالية من داخل العراق من زاخل الفاو، تقدرون تدقون علينا على واحد من الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة هنا. أما اللي عايش خارج العراق وأخواننا العرب واللي عايش في دول المهجر يقدر يتصل بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين. حتى اللي موجودين بالعراق إذا ما قدرت تحصلنا على أرقام الداخل تقدر تدق هنا. فعندكم أربع أرقام للاتصال ذني الأربعة، تقدرون تدقون بأي لحظة من لحظات البرنامج حتى نسمع صوتكم ورأيكم حول الموضوع اللي راح يطرح في حلقة اليوم. أما هذا الرقم، هذا الرقم مثل ما هسه موجود عندي رقم ده يتصل على الواتساب ثلاث مرات أو مرتين ومن ضمنها مكالمة فيديو. أخوي العزيز أنا أعتذر منك، هذا الرقم غير مخصص للاتصال لأنه يطلع لي إشارة أنه أنت تدق بس ما يبين يمي. قسما بالله الجهاز اللي موجود عندي ما يستقبل مكالمة، ورا ما تخلص الاتصال ما تكره يبين عندي أنه واحد دق على الواتساب. فنعتذر منك أخوي العزيز إذا تدق على الواتساب وما ينفتح عليك الخط لأنه الجهاز ما مخصص لاستقبال، أو هذا الرقم ما مخصص لاستقبال المكالمات الصوتية أو الفيديوية أو الرسائل الصوتية أو أي فيديو تبعثه. فاللي يريد يحصلنا على أرقامنا الثانية ما قدرت تقدر تكتب لنا رسالة على هالرقم. أتمنى رسالة تكون مكتوبة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. الفيديو اللي شفتوه هذا لا بال 2005 ولا 2006 ولا 7 ولا 8 أبد، هذا الفيديو هسه تاريخ شهر كانون أول 2021، عودة المفخخات، دراجة نارية ملغمة طقت على ناس والنتيجة أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الأبرياء من المواطنين العراقيين. محافظ البصرة أسعد عيداني قال إنه الانفجار موتور سيكل دراجة نارية أسفر هذا الانفجار عن مقتل أربعة وجرح أربعة بحصيلة أولية قابلة للازدياد. مصدر أمني يقول إنه أكو دوي انفجار سمع بالقرب من مستشفى البصرة التعليمي وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المنطقة. أكو روايات هواية بشأن طبيعة الحادثة، أكو ناس قالت وسائل إعلام محلية أنه سيارة ملغمة هي اللي انفجرت، بينما أكو مجموعة من الصحفيين أو الجرائد أو المراكز الإعلامية قالت لا سيارتين دعما وانفجرا. لكن الفيديو اللي بثينا لكم إياه هسه والتأكيدات وصلت أنه الانفجار ناجم عن دراجة نارية ملغمة استهدفت شخص. هذا الشخص
هو أحد المحققين المسؤولين عن التحقق مع فرق الموت الموالية لإيران في محافظة البصرة. المحقق نجا من الانفجار لكن سقط 4 قتلى من المدنيين و4 جرحى من المدنيين أيضا. وهاي الدراجة كانت تحمل عبوة قمعية تزن 5 كيلوغرام كانت موضوعة على هاي الدراجة وانفجرت مستهدفة. هذا المحقق اللي دا يحقق في اغتيالات فرق الموت. أم علي من بغداد حياك الله. أم حسين حياك الله يا أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أنا عندي ابن مسجون بالناصرية. نعم. رحلتي بيوم الجمعة السبت المواجهة. نعم. رحنا عليهم لقرانهم حالتهم صايرة غدنا والله أكو سجن بالتاجي مزوين عنده سجناء. شلون؟ ولازميهم سجن بالتاجي. أي. مهزومين من عنده سجنات 3. أي. لازمين أهل الناصرية ماخذين الفراش من عندهم الغطاء والدواشق والمخاد وشابين عليهم وثلج بارد وموتيهم من الكتل. أم حسين بس سؤال أم حسين بس لحظة. الثلاثة مهزومين بسجن التاجي ببغداد. بغداد اللي تحاسبوا على 3 اللي انهزموا بسجن التاجي سجناء الناصرية بذي قار سج. اي والله اي والله كل كلمة عليها الله. زين انا رحت بيوم شلهم علاقة ذولة بذولة؟ اي يقول موتونا من الكتل خلصوا علينا يا ناس ارحمونا ناجدونا متنا من البرد اخذوا البطانيات من عندنا اخذوا المخاد اخذوا الدواشق ومسوين اضراب يومين عن الكتل ومنطيهم كل 4-5 بطانية وطلعوا علينا رجليهم ثلج درق ما يقدرون يقفون على القاع من البرد. الله يقبلها عليهم حسبي الله ونعم الوكيل. زين لحظة أم حسين بس يعني كل 4-5 نعطيهم بطانية نفر لو نفرين؟ أي والله حتى واحد يكون منطقي شوية أو يكون منصف. البطانية نفر لو نفرين؟ والله ما قال نفرين قال مسوين أضراب ما أكلنا وكان يطوني عن الصليب الأحمر موديهم إياه هم حكيهم الولد السجن. زين هسه وين ينامون إذا لا دواشق ولا مخدات ولا بطانية؟ أقول لك إذا أنت مسلم صدق بي أنا رحت بيوم الجمعة هاي الفاتت. لا أختي العزيزة أم حسين أنا مو مصدق. أنا الموقف ذهلني صراحة. يعني 3 انهزموا بالتاجي ببغداد اللي تحاسبوا بذي قار وانكتلوا نعم كل شيء اللي يصير برا يرجعون علينا موتونا يخلصون علينا البطل المال المي يبيعوا لهم يابيع مي ما عندهم يجيبوا لهم جيليكان ابو 60 لتر هذا سبح وحمامات ووضوء كل شيء بهذا المي. الله اكبر يا رب هيك ظلم انا ما شايفه. زين ام حسين سؤال يعني ابنك الله يفك اسره يا رب ما سألهم دولة دا يضربون ودا يعذبون بيهم شنو ذنبهم هم؟ هو وين يقدر يحكي ويا حد؟ هو خلصوا علي حال العالم هو وين يقدر يفك حلقة هناك الواحد؟ نعم وين نقدر احنا نشكي؟ هسا يجوز يرجعون عليهم يخلصون عليهم تقول ليش تشتكون؟ وهم يقولون الله عليكم ناجدونا سوونا بالفيس سوونا حال ترى احنا حالتنا حالة. طيب أم حسين هاي حالة السجناء جوا افتهمناها. حضرتك أنت وذوي السجناء والمعتقلين لما رحتوا إلى سجن الحوت أنتوا رحتوا له صح؟ اي للناصرية يومين يلا جيت. شلون قدرتوا تطبون أو شلون كان تعامل الإدارة مع السجن؟ اي رحنا من الساعة طلعنا 5:30 من البيت. نعم بالمغرب يوم الجمعة. نعم. وصلنا هناك الساعة تقريبا بالوحدة. نعم. وبهالبرد واقفين ونلزم سرائيل ما طر الفجر وشوف الناس ناس فوق ناس والله لو شوف الأطفال تبكي عليها من البرد. زين تعامل إدارة السجن وياكم كأهالي تعامل المسؤولين عن السجن شون كان شون طبيتوا شون تعاملوا وياكم؟ والله هم ذول الناس ما سووا كل شيء للبطحة سووا سراوات بس مو بديهم لا أكو شيء تقف جوام البرد النسوان شايلة جهالها يرجفون مديتهم ده شوفوا أبوه يشوفه أخوه يشوفه مدري من هو وصبحت الدنيا أخذونا بسيارات وودونا لهناك ورجينا هاي الحالة حالتهم. نعم وصلت. والله العظيم كل كلمة يشهد عليها الله صادقة السجن مال الناصرية دي يموتون.
صادقة أمي صادقة. أي والله. نعم نعم. شكرا شكرا لك أم حسين. مناشدة من أم حسين، ما أعرف من الناشد، وزير العدل، إدارة السجون، رئيس الوزراء، ميليشيات. بس يعني أريد أسأل سؤال واحد. ثلاثة انهزموا بسجن التاجي ببغداد، جماعة ذقار شلهم علاقة؟ حافرين لهم نفق من ذقار البغداد وعبروهم وطلعوهم من سياج ما سجن الحوت. يعني ما يعقلها أحد أنه ناس هربوا من هالمكان، نقطة ألف نقطة باء يتعذبون. زين إذا هربوا ثلاثة من سجن الحوت، سجن التاجي هم اللي يتعذبون، لو ترجعون تعذبون بجماعة سجن الحوت. أتمنى واحد من المسؤولين يدخل ويجاوبنا على هاي التساؤلات. نرجع إلى موضوعنا اللي هو محافظة البصرة، أنه اليوم أكو مفخخة دراجة نارية على أحد المحققين اللي حقق في قضايا فرق الموت اللي اغتالت الناشطين واغتالت المعارضين. فهذا الحال احنا راح نرجع إلى العبوات والمفخخات من جديد. لو لا أبو عراق من الفلوجة، حياك الله يا أبو عراق. كل السلام عليكم أخوي العزيز. عليكم السلام والرحمة. الرحمة للشهداء، اللهم إن شاء الله يشافي جرح العراق جميعا. والله نعم. والله أخوي العزيز، من شفنا هاي الحادثة والله تألمت قلوبنا، لأن اللي بالبصرة هم أخوتنا وأهلنا وخواتنا وأمهاتنا، والله تألمنا. وعبارة أنت قبل شوية خوش قلت تقول المن الناشد، والله يا عمي تعبة العالم، المن الناشد عمي، خل نلجأ لحقوق الإنسان، بلكي يسوونا شارة، بلكي يلتفتونا عمي. إذا هم عصابات هذول مافيات، يعني الناشد من إحنا، ناشد من، خل نروح عمي على ذولا نقول عليهم الكفار ذولا، خل بلكي يجون ينقذونا من الناس هاي. عمي والله هاي لعبة سياسية، يعني كل ما يتكاونون ويتعاركون بيناتهم على الكراسي تطلع لنا مفخخة بالبصرة وتطلع بالناصرية وتطلع بكل مكان، ما كافي عزم الشعب، والله تعب. يعني هذا ندسل من خلال منبركم الطيب، يعني أريد أسألهم إذا عندهم ذرة من الشرف والغيرة، وين يتوصلون بعد؟ وين يعني وين؟ شو ذبح، قتل، تهجير، لعب تبينا، وين تيدون يعني بعد؟ شنو اللي تيدون منه 18 سنة؟ وين يتوصلون بعد؟ عمي إذا ضايقين من عندنا، عمي افتحوا لنا المنافذ وخلونا نطلع، ظلوا أنت وحدكم، بوقوا اقتلوا بيناتكم، ما كافية ولوا، ما كافي، خافوا الله، مباشر راح تقفون يوم رب العزة. شو تقولوا له؟ شو تحكيون وياه؟ شو تقولوا له؟ ما لنا لازم؟ مو احنا؟ والله العظيم عمي اقسم لك بالله، خافوا يقولوا لك داعش، ما داعش، داعش ولا راح، مو هم اعلنوا النصر قالوا داعش انتهى. حتى هاي سياسات بيناتهم استاذ العزيز الله يخليك، هاي بيناتهم، هاي كلها على مود الكراسي، الله وكيلك، هذا احد يقول لك يا من غير مكان، لا بيناتهم احزاب. عمي احنا واقعين باحزاب، ما تخاف الله، ظالمه، احزاب ظالمه. انتبه يا الشعب العراقي، كافي عاد، تصبر 18 سنه شتيت بعد، كافي، اسحلوهم عمي. عمي خلينا نتعاون، حط ايدك بيدي ابو البصره وابو الناصريه، خلينا نتعاون على ذولا. عمي جاي يقتلون بينا هذول، ما جاي يفرق، ما مع الاسف اقول هالكلمه، هاي ماكو سني وشيعي، هذول طحن جاي يطحنون بالعالم. والله تعبت نفسيتنا اخوي العزيز، والله احكي وياك هسه بس قلبي مبرود، قلبي مبرود، لان ما طاقه، ما ظلت عندنا طاقه تحمل، ما عندنا. نعم. ومن خلالكم بس اسالهم، هم لا عندهم غيره، وين تيدون بعد بينا؟ وين يعني وين؟ عندكم شيء بعد النوبه غير هاي عندكم؟ وانا اشكرك اخوي العزيز. شكرا شكرا لك ابو عراق. ابو عراق وجه سؤال يقول بي وين تريدون بعد بينا؟ هذا السؤال وجهه ابو عراق الى الاحزاب والكتل السياسيه وميليشياتها اجمع. يعني ابو عراق اليوم لما تكلم وقال انه هي كلها تصارع على الكراسي والاحزاب والفساد، وصل كلامه بي الى عنوان حلقتنا اللي هو فرق الموت تغتال والاحزاب تحصد النتائج في العراق. سؤال اللي ينطرح بقضيه البصره،
يا ترى ليش رادوا يغتالون هذا المحقق القضائي المختص بملاحقة جرائم فرق الموت التي اتهمت باغتيال المتظاهرين والصحفيين والناشطين المدنيين في البصرة وعموم العراق؟ أحمد من كركوك حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونك أخي؟ هلا بيك يا الغالي. بس أنا البارحة خبرتك على موت قرار 315. نعم. المالية ما قالوا قبل السنة المالية نصرف لكم المخصصات، لحد الآن ماكو شيء. نعم. تثبيت العقود. ايه كمل كمل بس نصيلي صوت التلفزيون دا اسمعك افضل اخويا. ماشي استاذي، على مود القرار 300. نعم نعم، على مود المخصصات اللي البارحه تكلمت وقلت صار لها سنه ونص ما موجوده لحد الان، وصلنا مناشدتك او مو العفو يعني مو كقناه وصلتها الى الاداره، لا احنا وصلناها عبر الجو انه الناس سمعتك، ومن الممكن هم كاداره سمعوك بس ما اعرف هم يردون يتخذون اجراء لو لا. يعني مو بدي بس على مود نفسي 250 الف عقد بالعراق، يعني بالكهرباء بالنفط بالتربيه كل نعم. الدوائر بيها. نعم. فممكن يعني توصلنا صوتنا يعني للجهات المعنيه. واجبنا كقناة تلفزيونية أنه إحنا نظهر صوتك على الجو، ونعتبره أنه هذا توصيل لصوتك إلهم، نتمنى هم اللي يجيبوك على تساؤلاتك أخ أحمد. نعم نعم رحم الله والديك. شكرا 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 لك أخوي الغالي. أم أحمد من الموصل حياك الله يا أم أحمد. نرجع إلى موضوع حلقتنا وتساؤلاتنا حول فرق الموت، ليش دا تريد تغتال هذا المحقق بالذات؟ بلا زحمة، أنا عندي مناشدة على المسجونين إذا ما زحمة عليك. تفضل يا أمه. عندي نفس الكلام الأخت قبلي حكت، أنا قبل أسبوع القبر رح زرت ابني. نعم. يعني هو انتهم بسبب المخبر السري، هذا أول شيء، لأن ابني يداوم بالصحة ما عنده أي شيء. نعم. وثاني شيء الأكل والشرب مثل ما تقول، يعني يقولون نتعشى اندومي طعمونا، ياكلون خبز يابس يبسوه وينقعوه بالماء وياكلون، ومن طلعوا علينا هالمره شفت ابني اني يعني ولا شعر براسه ماكو، عن الزياره القبل اللي رحت عليها قبل سنتين رحت علينه، يعني هالمره طلعوا كلهم واقع شعرهم، يعني حالهم حال الشر، الله وكيل. بس نقطه ام احمد، انتوا كل سنتين يلا تقدرون تشوفون ابنكم؟ اني لا، أنا صار لي سنتين وتسعة أشهر رحت للبطحة بالتاسع ما فوتوني، يقول لي إلا تجي مخابرة على الموبايل رسالة يلا تجين، ورجعوني قبل أسبوعين ثلاثة يلا اتصلوا بي، وغا سنتين وتسعة أشهر رحت شفت ابني إيش حاله، الله وكيل، يعني عاد أقول لك ولا شعره ماكو براس، هو الشباب. نعم نعم. وما مصدقين يعني شفناهم إيش حالهم، حالهم حال الضيم من الأكل والشرب، حتى الدواء نودي له مو يعني علاقه مليانه، يقول جيبوا لي ماما طبقه طبقه شريط شريط، قلت له لا والله هوايه بالباكيت، يقول ينطونا شريط شريط من الدواء، يعني ماساه ظلم ظلم، يعني حسبي الله على المخبر. نعم. لان انا ابني مظلوم بسبب الوشايه، ويقول من الاعترافات والتعذيب خلونا نعترف على نفسنا بالقوه بالاكراه من التعذيب. نعم نعم. مال تعذيب الموصل مال قيارة اكثر شيء. نعم. قال وزتونا هنا بالناصريه، والله يعني ضيم من نفوت عليهم اهانه، يعني رزاله للامهات، يعني اشياء نسمع من عندهم، يعني شيء يعني يتلفظون ويا الامهات ككلام بذيء، قصدك يصيحون علينا يعني، بس ما ضربونا. بس سؤال باي حق يعني اخر باي حق هو يتعامل مع الاهالي بهاي الصوره؟ وينطون الهويات بنفس يعني حامضه، يزتون علينا الهويات، هاج روحي اختمي، يعني على ايدي يعني ست ختمات يختمون على ايدي عماده، طب على ابني يتلون، حتى الاطفال يختمون ايديهم، حتى شيلت امه على كتفها يختمون ايده، حتى الطفل حزام يشلحوه من بنطلون، وما يخلون يعني التفتيش من مكان لمكان ما يخلونه، وبالسيطرات والهويات يعني اهانه. طيب ام احمد، حتى اكو نقطه اثارتني، انت تقولين
ختمون الايد، وانت رحتي الى ابنك قبل اسبوعين، ايش قد طول هذا ختم بالايد؟ يلا يلا قدرت تشيلي؟ والله والله لي ثاني يوم نغسل بيه واحنا مكاننا، وختم مكتوب عليه الحوت، واحد التفتيش، واحد الامانات، واحد ما اعرف شنو يعني. الله وكيل عديت بايدي 6 مكانات اني والولاد والنسوان والاطفال. نعم. يعني نعم. الكل الكل يعني مآب. نعم. ظلم ظلم، تعب، اهانه من الروح. يعني اني بيدي الموبايل بس ما اقدر اصور، والله اخاف اصور. النساء نايمين، احنا بالتراب نايمين بالقاع. نعم. وصلت. عايزين السر، ولا اكل ولا شرب، وكل طريق نقضيها الله وكيل، ونتدين فلوس ونودي لولادنا. يعني ما عندهم، يقول ما عنده أكل هنا وفلوس، ما حد يحترمه ويموت. وحتى الصور ما خلونا إلا صورتين بس ندخل لهم، صورتين مع أطفالهم. نعم. يعني معاناة والله. نقول نعم. حسبي نعم. الله ونعم الوكيل. وصلت. ونناشدكم ونشكركم. شكرا شكرا لك أم أحمد، وصلت مناشدتك. بس أنا عندي تساؤل إلى الجهات المعنية أو المسؤولين الموجودين بالعراق. الأمية من الطب تختمون إيديها، يعني شنو؟ دا تختموها من تطلع وتركب كوستر، دا ترجع من ديرتها، ديرتها الناس تعرف انه ابنها مسجون مثلا، حتى الناس برا تتعامل وياها بغير صوره. انا هاي النقطه شويه ما استوعبتها. وين اكو بالعالم واحد يختمون ايده؟ غريبه التصرف، غريب صدقا. ارجع الموضوع حلقتي. بالنسبة إلى قضية عنوان حلقة، فرق الموت تغتال والأحزاب تحصد النتائج، لسبب، لأنه بهاي القضية بالذات، قضية فرق الموت في محافظة البصرة اللي استهدفوا بها المحقق اليوم بدراجة نارية ملغمة، شو تقول؟ تقول يظهر جليا أنه الضغوط التي تمارسها تلك الأحزاب لإطلاق سراح المعتقلين الخاضعين للمحاكمة من فرق الموت برغم اعترافهم باغتيال الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، وأيضا اغتيال الناشطة جنان ماذي وغيرهم، كما أن تحقيقات القضية كشفت عن اتصالات، استوعبوا لي هاي، عن اتصالات متكررة ما بين سياسيين في حزب الدعوة، حزب الدعوة اللي قوده مثل ما يسموهم مختار العصر نور المالكي، ومسلحي فرق الموت الذي يقودهم في البصرة قيادي بميليشيا حزب الله. فلهذا السبب اختارينا العنوان أن يكون فرق الموت تغتال والأحزاب السياسية تحصد النتائج في العراق. أبو أسد من البصرة، حياك الله. حياك الله أستاذ أفيل، حييك وحي برنامجك الشريف والكادر. حياك الله أخويا. شلونك؟ عيني شلون صحة؟ بداية احنا أخي. الحمد لله بألف خير. أبو أسد أنت وين بالبصرة إذا أمكن؟ أني ما أقدر أعطيك كلام بالضبط بالوصف، ثاني بالبصرة وقبل. يعني أنت في وسط قريب على مركز الانفجار حتى أكون أوضح. لا لا شوي بعيد شوي بعيد شوي زيان. بعيد. عندك معلومات على اللي صار اليوم بالبصرة بحيث تنورني وتنور المشاهدين بها؟ والله تقريبا هي الحكي اللي يحكوه المشاهدين. نعم. اللي يتكلمون ياكل التلفزيون أراهم متطابقة. نعم. اي ارى متطابقه 100%، واني هسه رايي من رايهم. رايي يعني هذا اللي يستعملوه هذول كلهم فرق الموت اللي يختارون اللي الناشطين والذي يحققون ويا ذول القتلات المتظاهرين او متظاهرين. وتجي الوضعي التقدير يرحم ابوك، انفجارات، قتل، اغتيالات. اتوقع المزيد بعد، اتوقع المزيد. انت على مود الانتخابات، وكل ما يريد اصواته، وكل ما يريد مقاعده، كل ما يريد الغنائم مالته. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك اخويا العزيز. مشاهدينا الكرام، يعني جرائم الموت او جرائم فرق الموت اليوم ما تقتصر بس بمحافظه البصره بالذات، لانه جرائمها موجوده من ايام الاحداث الطائفيه عام 2006 وما بعدها. ارتبط اسم فرق الموت جرائم اغتيال كثيرة بمختلف محافظات العراق، وجرائم يربط بينها أنها كانت ولا تزال تستهدف كل من يعارض النفوذ الإيراني بالعراق، سواء كان سياسيا، صحفيا، ناشطا، متظاهرا، مواطن، سائق تاكسي، أي واحد يعارض النفوذ الإيراني اليوم بالعراق يغتال على يد فرق الموت. وأن بعض فرق الموت اصطدمت كذلك بالحكومة في سياق صراع النفوذ، واغتالت كذلك
بعض الضباط والمتنفذين في العملية السياسية من عام 2006 حتى يومنا هذا وبعض البرلمانيين. اليوم احنا سؤال اريد نوجهه، هذه بالبصرة اكو جرائم صارت، اكو ناس شاطت وقالت احنا طلعنا نتظاهر ضد الفساد وضد المحاصصة وضد الطائفية ونريد بلدنا، انقتلوا من عندنا ناشطين، انقتلوا من عندنا صحفيين، انقتلوا من عندنا ناشطات، انقتلوا من عندنا متظاهرين ومتظاهرات، انقتلوا من عندنا واخفوا قسريا الكثير من المتظاهرين والمتظاهرات والناشطين المدنيين. احنا نريد حقهم الذولة. سووا لجنة تحقيق، اكو محقق. الشعب يعرف انه لجان التحقيق ما سوي شيء. حالها حاله اي لجنة تحقيق صارت بالعراق. لا اهل الموصل حصلوا حقهم لمن سقطت الموصل بتنظيم إرهابي بسبب تقاعس حكومي وعسكري، ولا أهل الأنبار ولا أهل ديالة ولا أهل الجنوب لما راحوا عندهم ناشطين ومتظاهرين حصلوا هذا الشيء أو حصلوا حقوقهم. لكن أكو محقق، أنا أريد أسأل سؤال، ليش هاي اللجنة التحقيقية بالذات فرق الموت خايفة ورادت تغتال المحقق الخاص بها؟ أبو صنديد من كربلاء، حياك الله يا أبو صنديد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتنا لقناة الرافدين، موعد ومقدم ومخرج، وكل التحية والاحترام لهاي القناة اللي ناطقة باسم الحقيقة واسم الحق ونصرة العراق. كنا نسلم عليك وعلى أهل كربلاء، تفضل أخوي. الله يسلمك، الله يسلمك، شكرا لك سيدي، اللهم يحفظك. سيدي وسيدك ربك إن شاء الله، تفضل. احنا بعد التحية لهذه القناة المؤقرة تعازينا لأهل البصرة وتعازينا لكل العراق، لأن كل العراق يعيش هاي المعاناة ويعيش هاي التفجيرات ويعيش هذا الوضع السيء، وضع أمني متدهور، وضع اقتصادي صفر، فلو راح كلها تحت الصفر، فالله يعين العراق إن شاء الله. نعم. هناك أكو أمور أستاذ إذا سمحت لي بها من خلال هذا اتصالي وياك، لأنه الوضع بالعراق ما راح يتحسن. من أنا مخابرة كذا مرة يمكن عرفت من صوته ومن اسم صديد المتميز. عرفتك أخوي. شكرا لك يا سادة، الله يحفظك. سلمك. فالوضع الأمني من أسوأ إلى أسوأ. نعم. هاي وحدة. الثانية سيطرة الأحزاب على الوضع الأمني، هذا إلى دور كبير بالوضع الأمني اللي يسود العراق. نعم. هاي اثنين. الثالثة نقدر نقول الضباط الداخلية، احترامي لكل الضباط الكفؤين والنزيهين واللي متخرجين من كليات، اكو ضباط غير كفؤين لان اكو دمج للاحزاب من ناحيه الضباط وانتم مطلعين على هذا الموضوع. الشيء الاخر ضعف الجهد الاستخباري مو بس بالبصره، بكل العراق. يعني لو انسان منتمي للاستخبارات او المخابرات او الامين او الامن الوطني فتشوفه بنوع من التباهي، يطلع المسدس شوفوني يا ناس، وانت تعرف الكتمان على هيك قضايا من الامنيه ومن ناحيه الجسد وصول الحقائق اللي يبحث عنها الوضع الامني حتى يوصل بها. بس ابو صنديد هنا خلينا نوقف على هالنقطه ابو صنديد. يعني لما يطلع واحد من الاشخاص ويتصل على قناه تلفزيونيه ويتجاوز على مذيعه كائن من تكون، الجهد الاستخباراتي يشتغل ويجيبوه خلال 3 أيام. لما يطلع واحد ويتجاوز على أحد السياسيين والكتل والأحزاب السياسية، والله العظيم خلال ساعة تجيبونه، خلال ساعة تجيبونه، مو 3 أيام. الجهد الاستخباراتي لما يصير تجاوز على سيد أو على زعيم ميليشيا أو على زعيم كتلة سياسية يجيبونه خلال 3 أيام. ليش الجهد الاستخباراتي لما يصير يم الحق المواطن يوقف؟ هذا إلك الله يا عراق. أنا وصلت وياك بالرقم 4 بهاي الأمور اللي أربكت الوضع الأمني. نعم. قلت لك ضعف الجهد الاستخباري، ضعف الجهد الاستخباري، انت بعض الناس مناصبهم ومواقعهم بيطلع مسدسه وشقل لك آني بالمكافحة آني بالكذا بوضع، فهاي الراد لها كتمان والراد لها تحفظ، فعندنا مع الأسف عندنا هذا بهواي خرق. الشيء الآخر الضباط الدمج، احترامي لهم، يعني الأحزاب رشح الضباط، فالضباط المفروض ما يكونون على قرار الأمني وسلاسته وتطبيقه، الناس هم أحزاب عينتهم وانطتهم رواتب ومواقع، فقيادته للوضع الأمني شوية صعوبة عليه. هاي واحدة. الأخرى اللجان التحقيقية مثل ما تفضلت بها قبل ما تفتح الخطوة ياي، من مهب الريح مثل ما نقول، مهب الريح
حاله حال عشرات الالاف من اللجان التحقيقيه اللي صارت في العراق. يعني مثلا هسه قصف منزل رئيس الوزراء، شنو الحقيقه اللي وصلوها للشعب العراقي؟ مات الا اثنين اربعه خمسه سته من البصره ماتوا بهذا الانفجار الله يرحمهم. راح اللجان التحقيقيه تكشف لنا كل المواضيع وكل الناس اللي عملت هذا العمل الاجرامي. واخوي هاي اللجان التحقيقيه صارت موده وصارت كلام. فتحياتي لكم والى الامام والتقدم والازدهار لهاي القناه. نعم. وانا اشكركم. شكرا لكم. شكرا شكرا لك ابو صنديد. اسامه من كركوك، حياك الله يا اسامه. ومن دار السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هلا بيك يا الغالي. اشكرك واشكر كل القائمين على هاي القناه. حياك الله اخوي. واعزي نفسي والشعب العراقي بالمصاب الجلل تفجير البصره الاجرامي. نعم. والرحمه والخلود للشهداء والحوى العاجل ان شاء الله للجرحى. اللهم امين. نعم. بالنسبه انا كلامي اتصل حول الانفجار مال البصره. ليش اختاروا البصره بالتحديد استاذ الاهل؟ سؤال يطرح نفسه. يعني وطلع محافظ البصره سعد العيد يعني يقول يحمل بصمات تنظيم داعش الارهابي، زين ليش ما يقول تنظيم بصمات هاي الاحزاب، الاحزاب الفاسده اللي من لابسين على مود كل من يحصل له مقعد مقعدين؟ هو المفوضيه قالت هو يعني ما ادري والله لوين يتصلون بهالناس، ونتمنى ان تكون هذه الاخيره ما تنسق ارواح من العراقيين، نتمنى ان شاء الله ان شاء الله. نعم. سبب هاي الاحزاب الفاسده. كل الدنيا تدري، كل العراقيين حتى الطفل يعرف انه سبب هاي التفجيرات الاحزاب الفاسده اللي تحكم في العراق. وما راح يتوصل انا اقول لك هذه كلها تحقيقات اي لجان تحقيقيه وما ادري، كلها كذب وافتراء على العراقيين. ما راح تصل نتيجه وتقول فلان قاتل، هم يعرفون الفجر يعرفون اللي قتل يعرفون زين يعني معلومين الهويه خفت. نعم. فهذه بس مصرف جايد وقالت اللجنه وسولف التحقيق وكل شيء ما مثل ما يقول طلع من داخل الباب وطب من هذا الباب وطلع من داخل الباب، ما راح يتغير شيء. ونسال الله ان يحفظ العراق والعراقيين يا رب ويكفينا شر هاي المصيبه اللي طاحت على روسنا. مصيبه الانتخابات، مصيبه العدوى الفريز، ومصيبه الحكومه ما مشكله وميزانيه ماكو وجوع ومطر ماكو ومحل وقحط. نسال الله ان يرحمنا ويكفينا شر هذول الاحزاب، نسال الله. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ اسامه. ابو شيماء من بغداد، حياك الله يا ابو شيماء. السلام عليكم. شلونك استاذ رسل؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ رسل هاي اللي هاي طبعا هاي في سبيل يسوون فتنه بالبلد، يعني يسوون شلون يسوون قتال بالمحافظات الجنوبيه، واللي استعملوا البصره جابوا لهم دراجه، يعني سبيل يسوون فتنه بالبصره، يسوون مشاكل. من هم؟ المحافظات محافظه الجنوب. من هم؟ الدواحث والازلام الصدا أزلام دول البحثيين والدواحي لعد شنو ديش اختاروا البصرة ديش لأن البصرة منطقة. بس أرد أسألك سؤال أبو شيماء، يعني طبعا. من 2003 لليوم كم سنة؟ ألو ألو دا أسمعك تفضل. ما ألو ألو من 2003 لليوم كم سنة؟ استاذي هو أنت تشوف التعرضات تصير تمشي معه التعرضات والتعرضات البيالة ذولا حواضن اكو ذولا موجودين بكل مكان بكل الحالة. ما انا جايك وحده وحده جايك وحده وحده من 2003 ايه. لليوم كم سنه؟ 18 سنه 20 سنه 19 سنه تقريبا 19 سنه. 19 سنه ازلام النظام السابق بذاك الوقت كلهم فوق ال 70 سنه، ثلاث ارباعهم ماتوا، وبعدنا نقول ازلام النظام السابق. هاي وحده. لا مو ذولا يفرخون استاذ رفد يفرخون. هاي وحده. السؤال الثاني ايه. اذا ذولا داعش لعد هسه انا اطالب وانت لازم تطالب جرف النصر ترجع جرف الصخر، والبيان اللي اعلنه العبادي لازم يلغي، وهذا اليوم العيد الوطني لازم يلغي، واللي قاتل داعش واللي قال انا انتصرت عليه لازم يتبطل، ونكون لنا فرقه جديده حتى نبيدهم، لان هاي ما معقوله. من 5 سنين احنا طلعنا ببيان نصر وقلنا خلصنا منهم، شو هسه بال 2021 بسليمانيه رجعوا، بدياله رجعوا، بالبصره رجعوا، عبروا لي جوا، يعني هم بعز قوتهم بعز ما احتلوا من العراق ما وصلوا للبصرة. ليش بالتحديد اليوم؟ استاذي
استاذ العزيز ذولا يستغلون الوضع، اي شيء وضع سياسي متأزم هم يستغلون هاي الناحيه هاي زين. يعني احنا زين تعلمنا عليها زين، فذولا دائما يسوون يعني وين الشكو شيء مشكله تصير بالبلد سياسيين ما متفقين صارت اشكالات هم يجون يدخلون ويسوون شغله، لانه ذولا موجودين استاذ العزيز فخره وقابل شنو هم شنو محراميه لي يعني ثلاثه اثنين يجون هم قابلهم شنو الويه لو افواج هم اربعه ثلاثه يضرب لك زين. هل اثنين ثلاثة شلون عبروا شلون عبروا من مناطقهم اللي هم انطردوا من عندها وصلوا للبصرة واكو سيطرات واكو جيش واكو شو اسمه قوات رد سريع واكو شرطة، شلون وصلوا للبصرة؟ استاذ الحزيز مو اكو حبيب الاستاذ مناطق مفتوحة حتى لما تروح مرات المحافظات بس يبقى عليك منك منين جيت رحيت اسانا في الناس يقول وين بس يبقى منين جيت من بغداد روح الله وياك ما يفتشون مو ذاك التفتيش الدقيق، فذول يستغلون هاي الشغله مو ابو شيماء. هذا يعيب الجيش، هذا يعيب الجيش ويعيب الحشد ويعيب الشرطه لما واحد يطب وتقول لي ما يفتش ويصير عندنا تفجير بكراده، وما يفتش ويصير عندنا تفجير بساحه الطيران، وما يفتش ويصير عندنا تفجير بالبصره، وما يفتش ويصير عندنا تفجير بسليمانيه. مو هذا يعيب هذا الحكي مو على الناس، هذا يعيب الجيش ويعيب الحكومه ويعيب والاحزاب ويعيب الكتل السياسيه ويعيب كل من هو يتبع هاي العمليه. والله استاذ يعني شو تسوي ما يصح الا صحيح استاذ، انا اشكرك. وشنو هو الصحيح ابو شيماء؟ يعني هاي بعد شو تسوي العدو هاي وضعيه البلد هاي يعني شو تسوي العدو؟ لا مو انت تقول ما يصح الا الصحيح، شنو هو الصحيح؟ ايران تحكم؟ هي اقول لك هو صح ايران شنو العلاقه استاذ بغداد تهم جبت ايران يعني دا اسالك دا اسالك شنو يعني الصحيح ايران تحكم ايران شنو علاقه ايران دوله ايران دوله وحدة احنا ما لنا علاقه نجيب الدول اللي دخلها بالعراق مو ارج مسجدي ارج مسجدي تصريحات ارج مسجدي تختلف وياك لانه تصريحات ارج مسجدي وعبد الحسين اللهيان يقول لا احنا مسيطرين على العراق ونعتبره واحد من عواصم عربيه اربعه احنا مسيطرين عليها دولة ساعدت العراق هذا شيء ما حد لا 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 ابو شيماء ابو شيماء هو يقول مسيطرين ما يقول ما يقول ساعدنا هم قالوا الايرانيين ساعدنا الامريكان على احتلال بغداد بس ما قالوا ساعدنا بغداد على التحرر من الامريكان الامريكان خليج دخلوا العراق مو ايران خليج دخلوا دباباتهم من الكويت والسعوديه هم دخلوا سقطوا صدام ايران شنو علاقه؟ حتى واحد ما يعرف هذه الشغله حتى طفل بالشارع حتى تقول له يقول لك امريكا والسعوديه والخليج هم سقطوا صدام مو ايران شنو علاقه ايران يعني ابو شيماء يا ابو شيماء قلبي قلبي ابو شيماء مو اني دا احكي عبد الحسين اللهيان وزير خارجيه ايران تعرفه لو ما تعرفه؟ تعرفه هذا اللي ضرب الاعراف الدبلوماسيه بمؤتمر بغداد عرض الحائط تعرفه لو ما تعرفه؟ عفوا ما هو رجل دبلوماسي هذا قاعد بترتيب ولان دوله جاره ساعدت العراق ووقف مو بمكانه اوكي اوكي وقف مو بمكانه عادي اوكي المهم يعني ما احترم هيبه رئيس وزراء ودوله العراق كلها عادي اوكي مو مشكله بالعكس شنو بالعكس اخويا مكانه اللي ورا هو وزير مو رئيس دوله يعني هم حاطين هو يمثل كرئيس جمهورية يمثل لا أخويا أخويا أبو شيماء أبو شيماء أبو شيماء أنا ما أريد أعطيك أبو شيماء قلبي ما أريد أعطيك بروتوكولات الدبلوماسية العالمية رؤساء الدول يوقفون لي قدام فإذا لاحظت أنت الرئيس المصري والرئيس الفرنسي ورئيس دولة الإمارات ورئيس عفو ملك مملكة البحرين ذولا لي قدام الوزراء كانوا لي وراء هو وزير هو مو رئيس دولة هو مو رئيس وزراء دولة حتى تحطه لي قدام ويا الرؤساء هاي أعراف دبلوماسية أخويا العزيز هي شغلة مو يعني مو هو الظرف طلب انه يقف يا وضع اخويا ابو شيماء مو انا احكي ابو شيماء ابو شيماء قلبي ابو شيماء كل العالم اتفق انه هو ضرب الاعراف الدبلوماسيه مو اني لكن دا اقول لك عبد الحسين اللهيان هو اللي قال ايران ساعدت الولايات المتحده الامريكيه على احتلال العراق ولولا ايران لما احتل العراق من قبل الولايات المتحده الامريكيه هو اللي يقول هي كأس اولا هي مو قضيه هي هذا اتفاق دولي صار يعني مو بس هم يعني نطلع العالم 50 دوله 60 دوله يعني ابو شيماء بس اريد اسالك سؤال ابو شيماء يعني انت تدافع عن دوله تقول هي احتلت بلدك او ساعدت على احتلال بلدك هذا العزيز مو دافعت هو هذا الشيء اللي صار بالدول يعني جمع قرار مال الامم المتحده
ماكو قرار. لا 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 ماكو 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 قرار الأمم المتحدة. ماكو ماكو شلون ماكو. لا لا ما حبيب قلبي ارجع إلى قرارات الأمم المتحدة. حتى الأمين العام للأمم المتحدة ما كان أكو قرار لاحتلال العراق لما كانوا متفقين عليه. فماكو قرار أمم المتحدة لاحتلال العراق. هي ضربة أمريكية إنجليزية بقيادة تحالف خارج حلف الناتو وخارج الأمم المتحدة، وطبوا إلى العراق بحجج واهية وكاذبة، وإيران هي اللي تقول والسلطات الإيرانية هي اللي تقول. أشكر أخوي العزيز لأن أخذت وقت البرنامج. عبادي من الكوت حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لك ولقناتك الشريفة. حياك الله أخوي. حيا الله نباك. أعقب على أبو شيماء. نعم. مع احتراماتي لهاي عقليته واحترامي للطيبين، يرحم لأهلك. أكو واحد ما يعرفها، اكو واحد اليوم ضاع الغنم يعرف سياسه ايران وسوت بالعراق ايران ودمر العراق غير ايران وش جابنا ووصلنا لهالمرحله غير ايران. هذا وين يحكي؟ شنو من عقل؟ عقله ما يشتغل. مع احتراماتي اليه، يرحم اهلكم. لولا إيران ما أمريكا تدخلت، ولولا إيران ما صارت إسرائيل هي شاكبر. واليوم يحكي لي هذا وين عايش؟ نعم. مع احتراماتي إله، خلي شوية يشكل عقله يشوف الجو شلون صار. الدنيا سوت، ايران سوت بينا، دمرتنا. نعم. واليوم شو اسمه، اليوم ايران تضحك على العرب. مع احتراماتي للطيبين، اليوم ايران تضحك على العرب باجمعها ويقول لي ايران لا لي مو هالشكل هذا. هذا وين عايش؟ هذا اليوم راع الغنم يعرف سياسه ايران سوت بالعراق. وتحياتي لكم. شكرا شكرا لك اخ عبادي. مشاهدينا الكرام، بالنسبه الى رسائل الواتساب اللي وصلتني، السلام عليكم. حمادي من الموصل. اخي نطالب بالعفو العام، والله العظيم ملينا. انا اخويا مسجون وحالته، اعتذر منكم من الساده المشاهدين، حالته تشلب، اتمنى ينفك عنه اسره. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلوا صوتي يرحم موتاكم. وصل اخوي العزيز حمادي، شكرا جزيلا لك. نطالب، السلام عليكم، أنا أحمد محمد، نطالب وزارة التربية أن تسوي صرفة حل الدوام، نطالب من السيد مصطفى الكاظمي أن يرفع راتب الرعاية الاجتماعية. السلام عليكم، بالنسبة للانفجار الحدث اليوم نقول هذا البلد إذا ما تطلع منه هاي الأحزاب الفاسدة يبقى ينزف دم إلى يوم القيامة. بس عتبي على عشائر البصرة الحائرين، بس يتكاتلون بيناتهم بمكان ما توجهون سلاحكم على بعضكم، وجهوا سلاحكم على هاي الأحزاب والكتل السياسية اللي سرقت أبناء الشعب وسرقت الشعب. لو أنت ذيل إلهم والإيران أبقوا ساكتين وأبقوا أنطوا دم، وحسبي الله وحسبي الله عليهم. تحياتي لكم رنا من بابل. السلام عليكم، تحياتي لأخي مقدم البرنامج ولأسرة قناة الرافدين البطلة. أخي الغالي، منذ الاحتلال وإلى اليوم تحدث تفجيرات وتلقى على شماعة داعش، والحقيقة أن هذه الأحزاب الموالية لإيران من كل الكتل السياسية شرقية وغربية هي من تمارس هذه التفجيرات حينما تتخاصم بينها على المغانم والمناصب، وعندما تريد الكشف عن المنفذ لتحمي نفسها تبحث في الشارع عن مواطن مستطرق بسيط لتلقي عليه التهمة. إلك الله يا عراق، أخوكم أبو محمد من النرويج. مشاهدين الكرام، ما يحصل اليوم في العراق هو ما يحصل في العراق منذ عام 2004-2005 حتى يومنا هذا، التفجيرات وغيرها 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 وهواية أمور. والمشكلة يا أما تكون العبوات الناسفة محلية الصنع، يا أما تكون موجودة لنا وجايتنا من الأرجنتين مثل ما يقول عادل عبد المهدي، مثل ما تدزلنا الإيدز وغيره 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 وهواية بلاوي. لكن ما يحصل اليوم في العراق هو يدمي القلب، لأنه الشعب العراقي نهض وصحى وعرف ويعرف وين الخلل الموجود بالعراق، لكن السياسيين مدى يطلوا مجال. ليش؟ لأنه السياسي يعتبر نفسه ملاك بهالبلد هذا، ويعتبر نفسه هو أبو البلد هذا، ويعتبر نفسه أنه هو أكبر من البلد هذا. لكن كل السياسيين والأحزاب وزعماء الميليشيات والكتل العفو والنواب والرئاسات الثلاث من 2003 لليوم هم هالقداتهم أمام العراق. لمن يعرفون هاي الحقيقة
راح يعرفون قيمتهم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله في مالهم.